أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أليس المصر على الكبيرة مع طول نصحه وإصراره عليها يدل على استحلاله لها، لأنه لم يصر على هذه الكبيرة إلا وهو مستحل لها؟ لا يا أخي، ما يحكم عليه أنه مستحل لها حتى ينطق ويقول حلال، أما مجرد فعله لها الشيطان يغريه والشهوات تغريه والهوى يغريه، فلا نحكم عليه بأنه مصر، بأنه مستحل، لا نحكم عليه بأنه مستحل بمجرد المداومة عليها والاستمرار عليها. نعم.